معكم طبيب بلال سيف الدين، طبيب عام على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببرج باجي مختار. بموازاة مع العمل تاعنا على مستوى المؤسسة والمصالح في المؤسسة، عادة نخرج بغير في أوقات الفراغ للتفرغ للعمل التطوعي وزيارة الأماكن البعيدة على برج باجي مختار، التي لا يخفى عليكم وجود ساكنين بهذه المناطق المعزولة والتي يصعب عليه الوصول إلى المستشفيات لنقص الإمكانيات المادية. بالتطوع فردي أن أقدم المساعدة ولو ببساطة لهؤلاء الناس، لو حتى بزيارتهم أو بإلقاء الكلمة البسيطة أننا معهم دائما وأننا هنا لخدمة هؤلاء الأشخاص. وإن شاء الله ما نقصروش بالشي اللي راه عندنا، ربي سبحانه رزقنا بهذا النعمة، والنعمة هذه يكون أننا نديروها في مجال العمل تاعنا. وكذلك لا يخفى على الجميع أن الطبيب يقدر يدير العمل التطوعي خارج إطار المؤسسة ويقدم يد العون لهؤلاء الناس اللي راهم محتاجينها. ومن هذا المنبر نوجه الرسالة لزملائي ولكل كافة الأطباء أنه هناك جزائريين كذلك يعانون في صمت، لابد علينا أننا نقدم يد العون في إطار العمل التطوعي. فكما كانت مهنتنا نبلى هذه المهنة، يستوجب علينا في بعض الأوقات ولو رغم الالتزامات أنك تخلي بعض الوقت لهؤلاء الناس. منها هي عمل تطوعي يزيد من همم الشخص المتطوع، وكذلك يلبي رغبات هذه الساكنة وهؤلاء الناس المستضعفين. رقم 5 رسالتي للأطباء وزملائي في المهنة، حاولوا أن تعطوا قليلا من وقتكم للعمل التطوعي. فالعمل التطوعي فيه حلوة خاصة وفيه بنة خاصة، خاصة لما تكون خارج نطاق المؤسسة وما يكونش عندك ما وراءه هدف إلا مساعدة الآخرين. وهذا هو الشيء اللي رانا احنا كامل قرينا على جالو، قرينا أننا بنمدوا يد العون للمحتاجين ولشعبنا.